وينضم إلينا عبر سكايب مراسلنا من حلب جهاد البيانوني. جهاد، لو تضعنا في آخر تطورات المعارك في ريفي حلب الشمالي والجنوبي. نعم أختي الكريمة، استطاع الثوار صد هجوم هو الأعنف لقوات النظام وميليشياته على جبهة الملاح، وقد كبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، كما استطاع الثوار اغتنام دبابة T-90 روسية الصنع، كما صد الثوار هجوم عنيف لميليشيات النظام على جبهة الحميرة في ريف حلب الجنوبي، وقاموا بشن هجوم معاكس واستطاعوا من خلاله السيطرة على قرية القراصي. وما زال طيران عدوان الروسي لهذا الوقت يشن عشرات الغارات انتقاما لما خسرته قوات النظام على الجبهات. نعم، طيب جهاد، كيف تبدو الأوضاع الطبية والإنسانية في محافظة حلب في ظل هذا القصف المكثف؟ أختي الكريمة، والله إن العين لتدمع والقلب ليخشع عما يمر به المدنيين من مآسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. العدوان الروسي لا يغادر سماء مدينة حلب ويواصل شن غاراته على المدنيين. منذ قليل سقط 3 شهداء بينهم أطفال في حي الجزمات في مدينة حلب، وما زال هناك عالقون تحت الأنقاض في المدينة. نعم، شكرا لك جهاد بيانوني مراسلنا من حلب.